السلام عليكم، اهلا وسهلا بحضراتكم جميعا اللي بيشوفونا من القاهره والمحافظات، اخواتنا اولادنا العاملين والمقيمين بالخارج، واللي بيشوفونا من الاشقاء. الدولار كلام مهم، لو قلنا كلمه واحده مختصره فهي ان محدش يلومني. الكلمه من على لسان السيد رئيس الجمهوريه عبد الفتاح السيسي، في كلام مهم جدا عن ازمه الدولار في مصر. ولمعنى أدق، أزمة إنفاق الدولار في مصر. سعادة الرئيس اتكلم يمكن نص ساعة بعد بث مباشر طويل، ساعة أو 57 دقيقة لكامل بيل وزير وزير النقل، وطالما قلت الاثنين موجودين في مؤتمر يبقى الكلام على السكة الحديد أو الدولار المنفق في السكة الحديد. قال لك لو انتوا بتلوموني ان انفقت 2 تريليون ولا اكتر في السكه الحديد فما تزعلوش مني بقى، هات لي اللوحه 119 على 109. قال له ايه؟ قال له ده انتوا جايبين مزيل عرق ب 500 مليون دولار يا مصريين في سنه. جايبين ادوات تجميل بمبلغ مشابه، مستحضرات تجميل، اذا بقى بتاعه الفيلر على بتاعه الروجاجو على بتاعه النفخ على الشفط. وجايين تلومونا انا تقولوا لي الدولار سعره اتغير ليه في مصر؟ انا بس السؤال محتاج يتظبط في ضمير المتحدث. انا اقول غيروا سعر الدولار في مصر، انما اما حضرتك يا ريس تتكلم تقول لنا انا غيرت سعر الدولار في مصر، لان هذه المسؤوليه تقع على عاتقك اولا، ثم محافظ البنك المركزي المكلف من حضرتك وليس من البرلمان ولا مننا ولا من اي حد، بمدة سنة تجدد له سنة بعد سنة دون العودة لا الدستور ولا القانون. فالراجل تبنيك الشخصي، انما يطلع ان احنا اذا كنتوا انتوا بتلوموني على انفاقي للدولار فانا بلومكوا على انفاقكوا للدولار. وجاب خمس او ست اسباب مهمة بالنسبة له من وجهة نظره، منها مزيل العرق، العطور. تعالوا انتوا بقى تطلعوا على السكه واحنا بنتمشى. انا كنت بعمل التمشيه دي ذهب، لكن عن الذهب واسعار الذهب ونشتري ولا نبيع، لكن رئيس الجمهوريه فاجئنا بالمؤتمر من شويه بانه خصص 20 دقيقه للحديث عن الدولار في مصر، وقرر مع الوزير كامل الوزير انه كل الناس اللي وجهت لنا انتقادات بخصوص انفاق الدولار كلامهم ينفع نتكلم فيه، انما لا. وبعدين الجمله اللي ممكن تزعل الناس بقى، قال ايه؟ اوعوا تكونوا فاكرين ان واحنا بنصرف الدولار ما كناش عارفين ان انتوا هتعانوا. كنا عارفين ان انتوا هتعانوا، بس نعمل السكه الحديد ونهتم بالقطارات ونهتم بغيره ونعاني ولا ما نعملش خالص؟ عم كامل الوزير قال له نعاني يا فندم. والله ومش باين معاناه على حضراتكم اصلا، يا باين على الناس بس. ثم انتوا استفتيتوا مين في مساحه الموافقه او الرفض للمعاناه؟ وكانوا بيفتتحوا مشاريع وقطارات وبتاع النهارده، فقال لك لكن بناء على الكلام اللي اتقال انا هنا حاسس ان هم بيردوا على جلسه المفكرين والمثقفين اللي كانت مع الدكتور مدبول، لانها اذيعت على الهواء مباشره واتقال فيها جمل من قبيل عمودين اتنين من بتوع المونوريل يعملوا مدرسة، كل عمودين يعملوا مدرسة. فالناس مش مختلفة مع حضراتكم في انفاق الدولار، انما انفقوا على التعليم، انفقوا على الصحة، ما تنفقوش على السكة. وحضرتك ردوا على اللي النبأ نشراه، التكلفة اليومية للمونوريل ولا القطر الكهرباء 137 مليون ولا 137 ألف في اليوم، وبيجيب 5000، يعني دي خسارة فادحة شادحة جاية من كل الاتجاهات. لو في قرار في المؤتمر النهاردة من شوية هيبقى انه سعادة رئيس الجمهورية قرر المضي قدما في نفس المشروعات بالكامل، سكك حديد، عشان كده بعت يجيب من الصين ومن فرنسا اطنان من القضبان والاوناش اللي بتجر العربيات بتاع السكه الحديد،
ولكن قال لو انا هتجاوب بقى يعني هيبقى هقلل معدلات السرعه، يعني بدل ما اروح اشتري كل اللي انا عاوزه في سنه هقسمه على 3 سنين. يعني بدل مثلا لو احنا لسه هنحفر قناه السويس التفريعه الجديده، بدل ما احفرها في سنه على الناشف، لا هخليها في 7 سنين تقوم تقل التكلفه. وراح قايل لك حاجه تانية، قال له يا كامل هات لي لوحه قدامي كده، كان بيشرح زي ما بعمل مع حضراتكم في البث المباشر كده اللي هو بقى ببقى بالبيت اما برجع. قال له هات لي اللوحه بتاعه الاوناش والقضبان اعرضها لي كده. طب يا جماعه ده الانفاق اللي انا اشتريت بيه. طبعا انتوا قاعدين تلوموني ان سبب سعر الدولار اللي احنا فيه حالا هو الشراء ده. طيب انا عاوز اقول لكم بقى ان مش الدولار السبب. امال ايه يا سيد؟ قال لك الاسعار عالميا زادت 4 اضعاف. اما ارجع هجيب لك سعر الدول اللي اشترت قطارات من الدول الشرق اوسطيه زي حالاتنا، واشترت بكام، وتكلفه القضيب كام، وتكلفه القطر كام. ده ملف النهارده، اللي عاوز يسمع ارقام فيه دقيقه يحضرنا في بث مباشر نص الليل النهارده ان شاء الله بتوقيت ام الدنيا، ربنا يحفظها ويحفظكم جميعا. لان الحاجه عالميا لم تتضاعف 4 مرات، ودي هتتعطف على اللي قاله رئيس مجلس الوزراء من يومين انه سعر المحروقات زاد عالميا او النفط 10 دولار. هو ما زادش 10 دولار، هو نزل 15 طلع منهم 6، يبقى لسه نزل 4. وانت مقيده في الموازنه كام؟ من 82 ل 84 في المنطقه دي، هو لسه حاجه و70. يعني احنا لينا عندك فلوس، اتفضل رخص اسعار البنزين بقى. انما هو بيقلد مندهش بالتجربه التركيه اللي رفع البنزين امبارح، ورافعين البنزين من 3 اسابيع، ورافعين البنزين من 8 اسابيع، اسبوع او اسبوع لا تقريبا بيناولوا الاتراك في وشهم ايه؟ رفع محروقات. بس التاني عنده الدولار ب 34.5، التاني عنده الفايده في البنك 50%. ما هو انت هتعمل التجارب كامله تسكت، انت هتعمل تجربتك الخاصه. فهو بيندهش اما يشوف بص حكومه هي عرفت تطلع من شعبها فلوس، اطلع بقى انا كمان. ما بتجيش كده. فقال لك ايه بقى؟ تشتروا كل دي عطور عشان تبقى ريحتكم حلو، ومزيل عرق برضو عشان تبقى ريحتكم حلو، ومستحضرات تجميل، وتلومون انا في الدولار. يعني انتوا عارف لو طلعتوا وحشين كان احسن لنا من الشغلانة دي. هو جابوا قال لك الرجالة ما بتعملش الكلام ده كله، فانا بقى هعوض الكلام ده بان انا اروح اشتري قضبان قطر، يبقى اضيبه قصاد ازازة المزيل العرق بتاعتكم. كل ما انت تجيب ازازة هو يجيب اضيب، هي المعادلة كده. فاحنا هنحاول بقى نتفصص في هذه المعاني، وان كان هناك شيء في الافق بقى ممكن نبص استشراف للمستقبل انه لا جديد فوق الشمس، مش هيعمل حاجة، مكمل في نفس السكة، مقتنع للغاية بانه الانفاق على القضبان والقطارات والسكة الحديد والكباري والطرق، وان دي ما كانتش دولة، لا يوجد دولة. الدكتور مدبولة قاعد جنبه بيقول، هو بيقول كل الانفاق ده واحنا لسه، اما مدبولة قال له على اول الطريق، قال له صح يا دكتور مصطفى احنا كده بقينا على اول الطريق. امال لما كل الانفاق ده بقينا على اول الطريق كنا فين قبل كده؟ كناش بقى دولة، كناش على الطريق اصلا، كنا تايهين في الصحاري، كنا قاعدين في خيم. انا بجاوب على السؤال الاستفهام اللي سابه الرئيس بدون اجابة عشان احنا نجاوبه، لان المفروض واحدة من مهماتي الشديدة اللي انا حطيتها على نفسي ان اساعد السيد رئيس الجمهورية في العبور بالاقتصاد المصري من هذه الازمة بالحب طبعا. فاحنا اللي تعرض حالا معناه وتصميما ان مصر في كل تاريخها السابق كانت غلط. قال لك لا، ده كان طريق مهمل، سكة حديد مهملة، قطاع مهمل، وده مش معناه غلط للي قبلنا، دي ظروف. يعني العيب في السيستم يا برايز، لا في الموجودين ولا في السابقين. عشان كده هو مكمل في وضعنا على اول الطريق عشان اجيالنا يلاقوا حاجه. قال لك لان لو ما عملناش كده ابنائنا مش هيلاقوا حاجه. على الاقل احنا لقينا حد يقول لنا خدوا دي
عاوزين نقول لهم خدوا ده الطريق امشوا انتوا بقى. انا لخصت لك كده مؤتمر ساعة كامل وزير 57 دقيقة والرئيس 20، يعني ساعة وتلت عمرك ما تقدر تستحمل تسمعهم كلهم. الحتة اللي تخصك الدولار. ليه رجاء بقى بلغة الرئيس اهو، اهل الشر هيفحتوا الموضوع ده كلام وصد ورد صح؟ انا عاوزك لو هتسمع تسمع كلام الرئيس نفسه زي ما انا سمعته كده، وبقول لك اقول اللي اتقال، وبعدين بقول لك ده تعليقي بقى. ما تاخدش مقطوعات متمنتجة مش هتفهم الرؤية اللي المفروض بتتقال او اللي مفادها مش هيختلف كتير عن اللي هم هيقوله لك، انه بكرة مش كويس لان هو هتمشي في نفس الطرق اللي هي مظلمة وما تتوقعش جديد. بس وانت رايح ليها هتلاقي شوية حاجات كده بتتقال وبتحصل تراكمية، ما حد ما قراش ما سمعش، فدي مهمتك يا بطل. لو مش عارف تتممها شوفنا في بث المباشر النهاردة الساعة 12 نص للأم الدنيا ان شاء الله. شكرا جزيلا، استمروا في تحوطكم، المعدلات اللي جاية تبقى اسرع من اللي فاتت. الاستقرار الزائف في الاسعار بتاعت الصرف والذهب، المساحة دي بقت ورا ظهرنا، اللي جاي اكشن. شكرا جزيلا، عدونا 1000 لايك او 2000 قدها وقدود. دي التمشية وخلصت خلاص. الى اللقاء، يومكم سعيد. بعد البث ما يخلص هتلاقوا لينك الواتساب والتليجرام تحت في التعليقات، انضموا لنا، اشتركوا في الصفحة اللي بتشوفونا منها اللي هو الفولو المتابعة المجاني ده، واعملوا كمان اشتراك في قناة اليوتيوب اللي بتشوفونا منها. السلام عليكم، الحفلة الكبيرة بالليل بقى. إلى اللقاء.